شهدت مدينة العالمين الجديدة إقامة فعاليات البطولة العربية لليودو للأندية البطلة خلال الفترة من 22 إلى 28 أغسطس الجاري بمشاركة 428 لاعب ولاعبة من مختلف أندية الدول العربية. نجح عمر محمود عبد الفتاح في الفوز بلقب البطولة في منافسات 14 سنة ذكور تحت 55 كيلوغرام، وجاءت كمان نتائج هذا الوزن كالتالي: نتائج منافسات تحت وزن 55 كيلوغرام، المركز الأول عمر محمود عبد الفتاح أكاديمية الاتحاد المصري مصر، والمركز الثاني أسامة السعيدي نادي الشرطة الرياضي العراقي، والمركز الثالث رياض رشوان المشروع القومي للناشئين ألف من مصر، وأخيرا المركز الثالث مقرر آدم أحمد أكاديمية الاتحاد المصري مصر. شهدت البطولة العربية لأندية الجودو مشاركة 646 فرد ما بين لاعبين ومدربين وحكام وإداريين من مختلف الأندية المشاركة، وقاد فعاليات البطولة تحكيميا 18 حكم من مختلف الدول العربية، وتولى 86 مدرب قيادة اللاعبين واللاعبات في ثلاث مراحل تحت 14 سنة و16 سنة و18 سنة. أشادت الوفود المشاركة في البطولة بالتنظيم والاستقبال في مدينة العالمين الجديدة اللي شهدت مهرجان كبير في رياضات مختلفة وأيضا حفلات فنية وثقافية وترفيهية. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن البطولة الخاصة بالجودو العربية للأندية. بعد منافسات شديدة بين المتسابقين اختتمت بطولة الجودو العربية التي أقيمت بمدينة العالمين الجديدة بمشاركة 10 دول عربية وبإجمالي 500 لاعب ولاعبة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، بطولة أشاد فيها المتسابقون من الدول العربية المختلفة بالأجواء التنظيمية وحرصهم على مشاركتهم للعام الثاني على التوالي بمدينة العالمين الجديدة. أنا بديت جودو تاي حوالي 10 سنين، وراني في بطلة إفريقيا وبطلة العرب وبطلة الجزائر، والحمد لله حققت هواي إنجازات بها، وهمي شاركت بطولة العالمين السابقة وأخذت برونزية، والآن همين شاركت بطولة فئة الأشبال وأخذت برونزية، والحمد لله البطولة كانت كلش حلوة وشجعوني هم صديقاتي هم، يعني كلش حلوة كانت البطولة. شاركت حققت المركز الخامس الحمد لله بفضل الله، ما شاء الله التنظيم ممتاز جدا، والجمهور والتشجيع والحماس في البطولة يخليك تتحمس مع الأجواء هذه. بطولة الجودو العربية شهدت أجواء حماسية بين المتسابقين من مختلف الأعمار، وكانت هناك مشاركة مصرية كبيرة أكدت على دعم الدولة للموهوبين رياضيا من مختلف المحافظات المصرية للحصول على الميداليات المختلفة في هذه الرياضة. لعبت ثلاث ماتشات، أول ماتش كسبت على طول في 10 ثواني مثلا، والثاني ماتش ما توفقتش فيه بعد 5 دقايق جولدن سكور تقريبا، والحمد لله الثالث والخامس كسبت الحمد لله. لعبت قدام واحد من الكويت ولعبت الحمد لله وفزت عليه، هو الماتش كان يعني صعب شوية بس الحمد لله فزت. انتهت بطولة الجودو العربية، لكن ستظل مدينة العالمين الجديدة الوجهة السياحية والرياضية التي تستضيف العديد من البطولات المختلفة، خاصة في ظل الدعم الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من عملية تسويق وترفيه لزوار هذه المدينة لتكون على رأس المدن السياحية الكبرى.